متابعينا في كل مكان عشاق كرة القدم، أجواء رائعة جدا حقيقية هنا في ملعب المباراة، وسأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. اليوم المنتظر والآن الكل في الموعد من أجل انطلاقة المنافسة. المتعة اليوم أكيد مضمونة مع هذه الأجواء وهذا الحماس الذي نشاهده واضح في الوجوه. خسارة اللقب في الموسم الماضي تزيد من أهمية هذه المباراة الأولى في الموسم الجديد، مباراة تأكيد الحضور وتحقيق 3 نقاط من أجل بداية قوية وانطلاقة بالتأكيد في سباق اللقب. الهدف الأول في المباراة يأتي مبكراً ويشعل الأجواء. المساندة تأتي من الزملاء. زين الدين زيدان، يا الله فرصة للتعادل، يتقدم إلى الأمام داكليش، يا الله تعادل لم يتأخر، الرد كان سريعا لتعود الأجواء إلى نقطة البداية. اللاعب يخرج بالكرة بعدما وضع المدافع تحت ضغط كبير جدا. السيركيني داغليش، توغل هجومي مستمر وحلول متاحة هنا، وينجح في اعتراضه للكرة. بينعبها، يضع جسده هنا أمام التسديده. يا رب هدف آخر يأتي، هدفين الآن، هدف وراء هدف، يبحثون عن التفوق وتأكيد الانتصار. الله على بداية قوية. تمريرة بيغير فيها مسار اللعب. لوثر ماتيوس، راحت إلى بيليه، افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. السيركيني داغليش، مولر، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل للفريق الآخر. زيدان، كرة فيها خطورة، فرناندو توريس عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. جان لوكا زامبروتا، راحت عند مولر، ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. يا الله هدف التعادل، هدف العودة، يعود التعادل الآن. يتقدم بالكرة، استخلاص للكرة وإيقاف المحاولة. الدعم يأتي في هذه اللحظات. زين الدين زيدان، الكرة مع توريس، فرناندو توريس، تمرير، ممكن التقدم في هذه اللحظات، الكرة في المرمى، هدف يعيد الفريق للتقدم في النتيجة. روبرتو كارلوس، راحت الكرة إلى ماتيوس، والكرة عند لوثر ماتيوس الآن، بتروح لزين الدين زيدان، يتمكن من استعادة الكرة. هكذا تكون الانطلاقة نحو الثلث الهجومي. فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا. مولر، اللاعب يفقد السيطرة على الكرة وبالتالي الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. جيرد مولر،
صارت مع زيدان. الله على الكرة، بيعدي فيها بشكل سليم. زين الدين زيدان، هدف قوي. كافو، فرصة لتسجيل التعادل. الكرة في المرمى، المباراة تشتعل أكثر وتزداد الأجواء إثارة في هذه اللحظات. التعادل يأتي. لويس فيغو بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. زين الدين زيدان، الكرة تصل إلى كيني داغليش. أرسل لك كرة على القائم البعيد. يا الله، ضاعت الفرصة، كانت قريبة جدا. نعم وصل للكرة، شوف الضربة الرأسية، لكن لم ينجح في وضع الكرة داخل الشباك. باولو مالديني، كرة بتروح لكارليس بويول. الحكم ينهي الشوط الأول، والفريقان إلى غرف الملابس لالتقاط الأنفاس ثم للعودة مرة أخرى. نتواصل مع إثارة كرة القدم مشاهدينا في شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات. تسديدة بعيدة عن المرمى من فرصة كانت خطيرة. خليت كرة عند كارلوس. كيني داغليش صارت مع زيدان. كرة ترسل داخل المنطقة. ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. يفقد الكرة وتتحول السيطرة. تيري أونري وصلت إلى مولر. تدخل هنا ناجح ويستعيد الكرة. رونالدينيو، كرة تبحث عن أقدام الملك بيليه. فرصة كانت تبدو أكثر خطورة لكن لم تسفر عن شيء. تيري أونري، الكرة مع مولر، بتروح لتيري أونري، راحت إلى ليزاراسو. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. لوثر ماتيوس، سيركي داغليش. أوه، يا سلام على حارس المرمى، حافظ على تركيزه، على ثباته، على شباكه، على مرمى. أبعد كرة من مسافة قريبة. سيزو، لو تزحزح القائم هنا بعض الشيء لكانت الكرة في المرمى. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. زين الدين زيدان، خليت، الكرة تصل إلى كيني داغليش. صارت مع زيدان، تعود لزيدان. تسجيل هدف التقدم الآن، واختصت المميز من حارس المرمى. الجماهير تقوم بدورها الآن، تدعم اللعب. اللعب يتواصل بعد هذا التصدي. انت
انتهت الخطورة. التصدي الأول الكبير كان مفتاح نهاية هذه الهجمة. بالنظر إلى أرقام المباراة تتأكد بأن المباراة مثيرة، تتكلم عن الفرص، عن المحاولات، عن الإثارة، عن السرعة، عن المتعة. نتمنى بأن تستمر حتى النهاية. خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد. ينطلق بالكرة الخطيرة، افتكاك للكرة الماضية. شوف إيقاف الانطلاق اللي كان ممكن أن يشكل خطورة. رود خوليت، كرة عند كافو، وصلت إلى كافو. كيني داغليش، كرة هدف في هذه اللحظات. تمركز سليم من اللاعب، يعترض اللقطة ويبعد الكرة. جان لوكا زامبروتا، كرة بتروح لكارليس بويول. هذه خطيرة، هذه خطيرة. زين الدين زيدان، ممتاز نقل اللعب الآن في الأمام. قد نشاهد هدف التقدم في لحظات قاتلة. نجم المباراة، حريص القمة، حديث اليوم، مانشيت الصحفي غدا، يتألق ويسجل الهاتريك في هذا اللقاء. هل يأتي بالتمريرة الحاسمة في هذه اللحظات؟ جيرد مولر، 7 دقائق فقط وتنتهي المباراة. راحت إلى ليزا رازو. ألم مع زيدان، زين الدين زيدان. الله على الكرة، كادت بأن تنهي اللقاء. التصدي من حارس المرمى يؤجل الحسم حتى صفرة النهاية. كرة سهلة في متناول حارس المرمى. المباراة تقترب من نهايتها، وهنا أصحاب الأرض عليهم الصمود لدقائق قليلة من أجل تحقيق الانتصار. التماسك مهم جدا في هذه اللحظات، ممنوع ارتكاب أي هفوة أو أي خطأ دفاعي يكلف الفريق. استقبال هدف في هذا التوقيت سيكون أمر صعب للغاية. التركيز يجب أن يبقى في أقصى درجاته حتى صافرة النهاية. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة. جزاء في الدقائق الأخيرة قد تقتل أي أمل في العودة بالنتيجة. الحكم يشير إلى علامة الجزاء. ضربة جزاء تلبى بنجاح، هدف يأتي. وتنطلق صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة تحقيق الفريق انتصاره الأول في هذا الموسم في الجولة الافتتاحية. مباراة تاريخية من جانبي لويس فيغو.